السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو طبعا راح نقوم ببناء السيتنجز كومبوننت الخاصة بالنسبة للداشبورد. طبعا بالنسبة للسيتنجز كومبوننت يعني راح تكون بسيطة نوعا ما، راح نبين فيها إذا إنه كان اليوزر كان عامل اكتيفيشن للايميل او مش عامل. راح نعطيه مثلا زي الاليرت، ديالوج اليرت بشكل عام، انه يبين في حالة كان يوزر عامل فيريفيكيشن للايميل او لا. وممكن ايضا نعرض له زي المات توجل، هذا عبارة عن سلايد توجل بشكل عام. فانا بامكاني حاليا اروح عند السيتنجز. اوكي، بالنسبة للسيتنجز احنا داخل هذا سيتنجز راح نعمل هنا انجكشن، اوكي، للاوث سيرفيس طبعا، وايضا الاوث هذا اوف تايب طبعا اوث سيرفيس. اوكي، وايضا راح نستفيد من برايفت، راح نستخدم الهيلبر سيرفيس، هذا اوف تايب طبعا هيلبر سيرفيس. طبعا راح نحتاج ل طبعا ميثودز بشكل عام. اول ميثود راح نستخدمها اسمها از اكونت فيريفايد، راح نشوف اذا انه الاكونت فيريفايد. هون از اكونت فيريفايد، اوكي، بالنسبة للIs account verified هذا ترجع لنا بوليان، اوكي، بوليان يعني result. طبعا return، اوكي، this dot auth service dot في عنا ال current user، اوكي، dot طبعا في عنا هنا is email verified، يعني راح يرجع لنا بشكل عام true او false. اوكي، وهون طبعا على سبيل المثال ممكن نعمل هنا method اسمها send account verification، send account verification. اوكي، بالنسبه للسند اكونت فيريفيكيشن انه في حاله اليوزر انه بده يعمل فيريفاي للايميل الخاص فيه، بامكانه مثلا يبعث سند ايميل ريكويست بحيث انه يجي ايميل على الانبوكس الخاص فيه، وبالتالي زي ما عملنا بالنسبه للفيديوهات السابقه انه ممكن يعمل فيريفاي عن طريق اللينك اللي راح يكون داخل المسج. تمام، فراح نكتب هنا this dot auth service، راح تكون طبعا this dot auth service dot send email verification، راح نعطيه طبعا ايميل، راح نعطيه مثلا this dot auth service dot في عنا ال current user dot email. اوكي، هذا هو اللوجيك. طبعا راح نعمل هون سبسكرايب، اوكي، طبعا هاي ميثود راح نعملها سبسكرايب، راح نتاكد من هاي ميثود، اعتقد انه مش عامل ريتيرن فيها. هون راح نعمل على send email verification، طبعا هاي الميثود this dot http dot get لل url بشكل عام. هون طبعا return راح اكتب هنا return this dot http dot get لل url بشكل عام، وهون طبعا dot subscribe. اوكي، هذا طبعا السبسكرايب راح نيجي نعمل انه this dot في عنا open dialog. طبعا شو الديالوج؟ هذا طبعا this dot helper service، اوكي، dot open dialog. الديالوج اللي احنا راح نعمل له يعني open بشكل عام، تمام، هو راح يكون عباره عن ممكن طبعا انه اوبن مودال، حتى مش اوبن ديالوج، اوبن مودال. في عندنا المودال، طبعا المودال راح يكون داخل كومبوننت، فانا راح اسميه عباره عن ممكن طبعا الريكويست ريزلت. اوكي، ممكن هون استخدم الفيو تشايلد، فيو تشايلد ديكوريتر. هون راح نعمل سناب شوت لتمبلت معينه اسمها فور اكزامبل، ممكن نسميها ريكويست ريزلت، هاي راح اربطها بتمبلت، تمام، يعني كتمبلت ريفرنس فاريبل. وهذا نعطيه مثلا اوبشن هون ستاتيك، راح تكون عباره عن ترو. وهون طبعا راح نسميه ريكويست ريزلت نفسه، وهذا راح يكون عباره عن تمبلت ريفرنس، اوكي، اوف تايب اني. طبعا احنا هون داخل الاوبن مودال راح نستخدم انه ذيس دوت في عندنا الريكويست ريزلت، تمام. طبعا بالنسبه في عندنا فور اكزامبل انه الهاي ديالوج راح نكتب مثلا هاي ديالوج. طبعا بالنسبه للهيلبر سيرفيس ممكن انا اخليها بابليك مش برايفت، بحيث انه بالنسبه للهايد هايد مودال ممكن استفيد منها استخدمها داخل ال HTML، تمام. بالنسبه للسيتنجز راح يكون فيها عده امور. اوكي، راح نكتب هنا كونتينر، هذا الكونتينر راح نعطيه مثلا مارجن توب تكون 1، تمام، وهذا طبعا راح هذا عباره عن الفيريفيكيشن اليرت، تمام. راح نعمل هنا رو، اوكي، هذا بامكان الرو عمل جاستيفاي للكونتنت بالسنتر، وممكن ايضا نعطيه انه الباك جراوند تكون دينجر، والتكست راح يكون عباره عن وايت. اوكي، طبعا داخل هذا الرو بشكل عام ممكن اعمل هنا كولوم، هذا ام دي 9. اوكي، هذا الداخل هذا كله ممكن هنا اعمل باراجراف، وهذا عباره عن ليد. ممكن اكتب هنا يور اكونت، اوكي، از نوت فيريفايد ييت، از نوت verified yet. اوكي، طبعا هاي العمليه. وبامكاني هون تحت التكست بشكل عام انه ممكن اضيف هنا باتون. اوكي، هذا الباتون ممكن اخليه طبعا عباره عن مات ريزد باتون، مات ريزد باتون. اوكي، هذا عباره عن الكلر خاص فيه برايمري.
طبعا بالنسبة لهذا البتون راح يكون طبعا انه الكلر برايمري زي ما تكلمنا، والكليك عليه راح تعمل ايش؟ راح تعمل طبعا انه سند اكاونت فيريفيكيشن. اوكي يعني هي راح تعمل انه مثلا راح تعمل تبعث ريكوست بالنسبه للايميل انه مثلا فيريفاي الاكاونت، وراح اكتب انه اسمها فيريفاي اكاونت. اوكي هذا عباره عن فيريفاي للاكاونت، وتحت هذا الديف بشكل عام طبعا تحت هذا الديف يعني الكونتينر ممكن طبعا كامل راح اطلع من الكونتينر واروح لكونتينر اخر، وراح اعطيه مارجن توب تكون 2 ونعطيه مثلا بوردر دارك. اوكي هذا بالنسبة للكونتينر، ممكن هون نعمل رو. اوكي وهذا الرو طبعا راح يكون عبارة عن بي جي برايمري الباك جراوند. اوكي وممكن هون طبعا نعمل كولوم الميديم ديفايسز للعشرة، وبالنسبة لهذا الكولوم ممكن اخلي جستيفاي للكونتنت بالنسبة للسنتر او الستارت مثلا، ممكن جستيفاي للكونتنت كونتنت في عنا ستارت. اوكي راح يكون داخل الستارت، وممكن هون اعمل اتش 3. هذا الاتش 3 طبعا راح يكون عباره عن ممكن اعطيه ستايل، هذا الستايل تعودنا عليه دائما اللي هو عباره عن الفونت فاميلي، راح يكون عباره عن انتون سانسر. في عنا هنا الاكتيفيتد اكاونت، راح نبين الحاله الخاصه بالني يعني راح نبين اذا انه كان يعني اكتيفيتد او لا. هنا اكتيفيتد اكاونت، طبعا هذا راح نعطيه الستيت الخاص بالنسبه للاكتيفيتد. تمام طبعا تحت هذا الديف راح نعمل هنا كولوم ام دي، هون طبعا كولوم ام دي في عنا التو. اوكي هذا عباره عن تو يعني على اساس انه نكمل الرو، وهذا طبعا ممكن اخلي جاستيفاي للكونتنت بالانت. اوكي طبعا داخل هذا الديف اليمنت ممكن طبعا اعمل هنا نستخدم المات في عنا السلايد توجل. اوكي هذا طبعا عباره عن زي السلايد يعني اما يمين او اما اون او اوف. اوكي هذا المات سلايد طبعا توجل طبعا ممكن اعطيه الكلر الخاصه فيه راح يكون ممكن انه نعطيها عباره عن وورن، وطبعا راح يكون تشيكت مثلا ممكن متى انه يكون اون في حاله الماذا، راح يكون تشيكت في حاله انه طبعا از اكاونت فيريفايد. في حاله كان از اكاونت فيريفايد راح يكون تشيكت. تمام طبعا هون انا راح اخليه ديسيبلد يعني مش راح اخلي اليوزر يعدل عليه. اوكي هذا بالنسبه للمات سلايد توجل. اوكي ممكن طبعا ان انزل تحت بشكل عام بالنسبه لهذا اللوجيك، ممكن هون طبعا انه نعمل هنا ان جي تمبلت. اوكي بالنسبه لهذا ان جي تمبلت راح نعطيه طبعا الريكوست، هذا راح اعطيه طبعا الريفرنس فاريبل اللي هو نفسه الريكوست ريزولت، هو نفس الفاريبل اللي هو موجود اللي هو عباره عن الريكوست ريزولت، فراح اضعه هنا عند التمبلت. اوكي طبعا هذا التمبلت راح تطلع لي في حاله انه خلص انبعث الايميل. طبعا هون ممكن نستخدم المودال هيدر. اوكي المودال هيدر، وبالنسبه هون ممكن نستخدم المودال تايتل. اوكي هذا المودال تايتل، طبعا اعتقد انه في عندنا هون داخل الشيرت اني انا بدل ما اكتب كل هذا اللوجيك مره واحده اني اروح عند الشيرت في عند الانفاليد كريدنشلز انا مستخدم هذا اللوجيك، ممكن استخدمه اضعه هنا عند الان جي داخل الان جي تمبلت. تمام طبعا هذا المودال هيدر نفس الفكره، هون طبعا المودال تايتل راح يكون عندنا، وهون طبعا الاي فيش داعي لها الاي بشكل عام، هذا عباره عن اتش 4. طبعا هذا مودال تايتل ممكن اكتب له هنا انه الريكوست تمام has been sent successfully. ها طبعا الستيت بعد لما اليوزر يرسل الريكوست تمام sent successfully. وطبعا بعد هذه العمليه في عندنا هون بتون، طبعا هاي راح تكون ثابته للكلوز، وهون طبعا مهتم بالمودال بادي. بالنسبه للمودال بادي طبعا في عندنا فور اكزامبل هذا التكست سنتر نفس الفكره، وراح يكون داخله هون طبعا عباره عن ديف. اوكي وهذا راح يكون بداخله ممكن انا اخلي مثلا طبعا هذا ممكن هون اعمل اتش 3 تمام، هذا اعطيه ايضا ستايل، وهذا الستايل ممكن اعطيه الفونت فاميلي. الفونت فاميلي اوكي راح يكون عباره عن انتون سان سيرف. وبالنسبه طبعا هون ممكن انا اضع هون يعني مسج انه راح اكتب له تشيك اوت تمام، check out for example your email inbox. اوكي هذا الايميل inbox تمام to complete the verification process. اوكي هون طبعا the verification process طبعا of your account.
اوكي هذا بالنسبه للمسج. طبعا بالنسبه انا بالنسبه لهذا المودال اوكي طبعا هذا المودال بادي هذا البتون راح احذفها من هنا وراح اضعها طبعا داخل المودال فوتر اوكي هنا راح اكتبها المودال فوتر تمام هذا عبارة عن مودال فوتر اوكي داخل هذا المودال فوتر راح نضع هذا البتون هنا اللي هي عبارة عن بتون دينجر طبعا هاي راح تكون عبارة عن بول رايت ممكن اخليها البول رايت يعني اوكي البول للرايت يعني اعمل لها ازاحة الها اليمين وطبعا الكليك عليها راح نكتب هنا هيلبر سيرفيس دوت في عنا الهايد مودال اوكي هذا عبارة عن ميثود اللي انا محتاجها اللي هي عبارة عن هايد مودال يعني راح تعمل كلوز للديالوج طبعا هذه العمليه اللي محتاجين حاليا بالنسبه للاكتيفيت اكاونت طبعا هذا الكونتينر طبعا الاول راح ينعرض في حاله واحده شو هي الحاله اذا راح اكتب هنا NGF اوكي لما يكون في عندي الاوث سيرفيس تمام دوت في عندنا شو فيريفيكيشن اليرت اوكي طبعا هنا شو فيريفيكيشن اليرت طبعا بامكاني انا في عندي هنا شو فيريفيكيشن اليرت طبعا في عنا الاكاونت فيريفيكيشن اليرت ايوه بالضبط هذه هي الميثود اللي عباره عن انه اذا كان اليوزر يعني فيريفايد او لا تمام فبالتالي انا لازم اخلي الاوث سيرفيس هنا اخليها بابليك ذا سيم ثينج بالنسبه للاوث سيرفيس هذه العمليات اللي انا محتاجها حاليا بامكاني اني اروح اشغل السيرفر اوكي راح اشغل السيرفر وراح اشغل في عنا هنا على سبيل المثال اشغل السيرفر الخاص بالنسبه للانجلر طبعا انا راح اعمل هنا ساين ان يعني راح اكتب الباسورد راح نعمل هنا ساين ان وداني على الهوم حاليا اذا رحت عند السيتنجز تمام سيتنج كومبوننت راح تنعرض لي هنا السيتنجز كومبوننت نجرب نروح عليها ها طبعا المفروض اني اروح على سيتنجز وليس على هذا فراح اروح عند ال راح اروح عند الاب كومبوننت ما في عندنا عند الاب كومبوننت HTML في عندنا هون سيتنجز راح تكون عباره عن داشبورد سيتنجز تمام نفس ما هي موضحه داخل الداشبورد راوتينج موديول في عندنا هون عباره عن سيتنجز فراح يعمل ريفرش بالنسبه للويب سايت هنا تمام طبعا ما ننساش نعمل انسبكت في حال نتاكد اذا ما كانش في عندنا اخطاء او ما الى ذلك تمام في عندنا داخل راح اروح عند السيتنجز بشكل عام اوكي لاحظوا الاكونت الخاص فيا نوت فيريفايد طبعا انا الفيريفيكيشن مسج تمام انا هذا عملت حساب جديد يعني غير الحساب الاول حاليا بامكاني اروح على الانبوكس اوكي في عندنا هون الانبوكس اوكي راح الاحظ انه في عندي انا بعثت مسج انا عملت حساب قبل قليل يعني ما مش جديد يعني بشكل عام فبامكاني اروح على الفيريفاي ايميل اوكي كليك هير تو كونفيرم يور ايميل اوكي راح يوديني على هذا اللينك عملت كليك هير بشكل عام من المفترض حاليا انه يرجعني على الهوم والايميل يكون فيريفاي تمام هاي هي العمليه اللي احنا محتاجينها للان يور ايميل از فولي فيريفايد جود بشكل عام اذا رحت على سيتنجز نجرب فور اكزامبل لاحظوا الاكونت صار فيريفايد فهذا بالنسبه للاكونت فيريفايد يعني اللون الخاص فيه هنا صار عباره عن برايمري ممكن اذا عدلت على اللون تمام ممكن اخلي اللون الخاص بالنسبه ل السلايد تمام هذا راح يكون هنا ممكن اخلي اللون مثلا برايمري تمام هو الالوان عندنا برايمري اعتقد وفي عندنا الكلر يساوي في عندنا برايمري واكسنت وون راح استخدم البرايمري نشوف كيف البرايمري طبعا بالنسبه للاكونت فيريفايد هنا لاحظوا الاكونت ممكن انا اروح على هون انسبكت بشكل عام للاليمنت تمام هون طلع لنا ايرورز ليش لانه مش عم يتعرف على البروفايل تمام لاحظوا هون undefined بالتالي هو ما يعرف شو اصلا بالضبط لانه الاكونت او اليوزر مش مجهز فاحنا وظيفتنا حاليا انه نعمل فيتش لليوزر تمام ممكن انا اروح على الهوم اوكي واروح على السيتنجز بشكل عام لاحظوا في عندنا هنا فيريفايد بالنسبه لل يعني اليوزر بشكل عام فانا افضل شيء انه بالنسبه لليوزر اخليه عباره عن فور اكزامبل يكون عباره عن في عندنا بيهافير سبجكت طبعا بيهافير سبجكت بهدف انه القيمه الاصليه له احفظها في كل مره اروح على كومبوننت بشكل عام تمام
بالنسبة للاكتيفيت اكونت هذا هو اللوجيك. طبعا ان تأكدنا بامكانكم تضيفوا لوجيك قدر الامكان، يعني مثلا يعني تعدوا صلاحيات اليوزر، ممكن يعني تضيفوا معلومات عن اليوزر بشكل عام، يعني ما الى ذلك. لكن انا اكتفيت انه بهذا الكومبوننت ابين الحالة الخاصة بالنسبة لليوزر ايميل سواء كان فيريفايد او مش فيريفايد. طبعا بالفيديو القادم انا بالنسبة لل يعني هون الكومبوننتس، طبعا راح تلاحظوا انه في عندنا فيفرت ليست وفي عندنا بلاي ليست كومبوننت. طبعا البلاي ليست مش موجودة هون لكن راح تكون داخل الميديا. بالبلاي ليست والفيفرت ليست مش راح نبنيهم حاليا لانهم بيعتمدوا على الميوزك والسونج، بالتالي لما احنا نبني الميوزك والسونج والسينجر والميوزيشنز والميوزيشن البومز ايضا، بالتالي احنا راح نكون على موعد طبعا انه نتعامل مع البلاي ليست تماما، انه راح يكون في بيناتهم انتر اكشن. يعطيكم العافيه، ان شاء الله نشوفكم بالفيديوهات القادمه.